اللي عندك ده عادي المرض اسمه باركنسون. للأسف ده مرض بيدمر خلايا المخ بشكل بطيء جدا لحد ما بيخليها تموت وتتلاشى بشكل نهائي. ده بيخلينا بنفقد الخلايا العصبية اللي بتنتج مادة الدوبامين، ومع الوقت يحصل خلل عام في نشاط الدماغ. الحقيقة إن الباركنسون ده عادة ما بيصيب الحالات اللي فوق 60 سنة، لكن اللي في حالتك بنسميهم مرضى الباركنسون الشبابي، دي حالات نادرة جدا. كنت قريت عن الباركنسون، بس كان عندي أمل ما يكونش هو ده جه عندي، بس الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. بس وليد، أنا جيت لك هنا عشان تديني أمل. ممكن أدفع أي حاجة، ممكن أسافر أي حتة، بس أنا محتاج أمل، مش عايز أكتر من أمل. أنا آسف يا عادل، المرض ده ملوش أي علاج لحد دلوقتي. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بندي ادويه تحفز من انتاج ماده الدوبامين، لكن مع تفاقم المرض الادويه دي بتفقد فعاليتها وتبدا اعراض المرض تظهر اكتر وتبان. انا اسف على صراحتي يا عادل. بالعكس، المرحله دي انا محتاج فيها كل حاجه اعرفها بصراحه، حتى بجهز المرحلة اللي جاية. ده لو في مرحلة جاية. لا يا عادل، دي بداية مش حلوة خالص. انت بتقول قريت عن المرض واطلعت، المرض ده ملوش اي علاقة بانت معاك كام فلوس ولا انت ايه البوزيشن بتاعك. اكيد قريت عن الاسطورة محمد علي كلاي. ارجوك اول خطوات العلاج الامل، اتمسك بالامل حتى لو كان ضعيف. طب ومونة؟ منى هتعمل ايه من غيري؟ ملهاش حد غيري في الدنيا. منى دورها قوي جدا معانا في المرحلة الجاية. هنعتمد عليها في حاجات كتير جدا. محتاجين نتعامل مع المرض بالبساطة دي عادي. مرض، محنة، ابتلاء زي أي حاجة بنواجهها في الدنيا. بس يظل في أمل، أرجوك. لازم نبص للموضوع ببساطة. نتعامل على إنه شدة. حد ما نعدي منها بنجاح بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. كل اللي عايزه منك بس إنك تفضل جنبي الفترة اللي جاية دي. أنا محتاجك جنبي. محتاجك دايما تكون قريب مني وتنصحني أعمل إيه. لأن أنا مش عارف حالتي هتتطور لغاية فين. حاضر يا عادل، كلمني في أي وقت، أنا تحت أمرك طبعا. آخر حاجة مطلوبة منك، مش عايز منك تعرف أي حاجة. حاضر. عشان خاطري. هي مالهاش ذنب. تحس اللي أنا فيه دلوقتي؟ أنا هستأذنك عشان في مرضى كتير برا. اتفضل. منى دورها قوي جدا معانا في المرحلة الجاية. للأسف ده مرض بيدمر خلايا المخ بشكل بطيء جدا لحد ما بيخليها تموت وتتلاشى بشكل نهائي. المرض ده ملوش أي علاج لحد دلوقتي. ومع الوقت يحصل خلل عام في نشاط الدماغ. المرض ده ملوش أي علاقة بأنت معاك كام فلوس ولا أنت إيه البوزيشن بتاعك. أول خطوات العلاج الأمل، أتمسك بالأمل حتى لو كان ضعيف.
ما اتفقناش على السهرة ده احنا كده. إذا في ايه؟ في ايه انت بتزقني كده ليه قدام الناس؟ انت عارفة ان انت اهم حاجة في حياتي ولا؟ ايوه انا عارفة، بس انت كويس؟ عارفة ان انت اكتر حاجة انا اتمنيتها في حياتي ربنا اديها لي ولا؟ وانت كمان انت مالك في ايه؟ مفيش حاجة، كل اللي طالبه مني بس ان مش عايز في يوم من الايام الاقي في عينيكي نظرة حزن على اي حاجة ولا اي حد، حتى لو كان انا. فواجهني كده بعد الشر عليك. انت فيك حاجة؟ لا انا كويس.